في الفترة الأخيرة حول مستقبل إنتاج واستهلاك الطاقة في مصر، وخاصة مع زيادة حجم الاستهلاك المحلي وتراجع الاستثمارات في هذا المجال، الأمر الذي ينذر بآثار سلبية على الاقتصاد المصري في الفترة القادمة. كمية المواد البترولية اللي انت بتنتجها اقل كثيرا جدا من الكمية اللي انت بتستهلكها، يعني انت مش في انتاجك مش زي السعودية ولا العراق ولا الكويت ولا ليبيا ولا الجزائر خالص. انت دولة مش ما نقدرش نصنفنا ان مصر منتجة. اتنين، انت بتنتج وبتصدر وبتستورد، اذا في مشكلة. المشكلة التانية المواد البترولية اللي بتتباع باقل من السعر العالمي. البعض طالب بضرورة إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة وخاصة المواد البترولية منها، حيث وصلت نسبة الدعم فيها من 22% إلى 93%. أننا نحتاج إلى رفع الدعم بشكل فوري وتوجيه الأموال التي تم تخصيصها للدعم من أجل إقامة مشروعات تفيد الطبقات الأقل فقرا أو تقضي على الفقر. أما ما نراه فأنا أعتقد أن الدعم يذهب أولا إلى غير مستحقين، كأننا يعني نلقي بالأموال في الماء بدون عائد. فريق آخر طالب بترشيد الاستهلاك وتطوير الإنتاج من المصادر الحالية، وكذلك البحث عن بدائل أخرى لحل أزمة الطاقة المستحكمة في مصر. وحل هذه المشكلة يتطلب البحث عن الغاز والبترول في مناطق أعمق في البحار، وكذلك أن تكون ما يتم إنتاجه لابد أن يوجه إلى الشارع المصري والسوق المصري، لأن واجب وقف الدعم المقدم إلى الصناعات البتروكيماوية للشركات الأجنبية سواء وخاصة كثيفة الطاقة. وتبقى الطاقة هي القاعدة الأساسية للنهضة الصناعية وتطوير القدرات الإنتاجية لأي مجتمع، حيث أنها تتيح التوسع والنمو في كافة مجالات الحياة. أشرف إبراهيم، النيل.